بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الفضول صفة مركوزة في النفس البشرية تلازمها طول العمر. نلاحظ هذه الصفة مع الأطفال بالذات. تكون ماشي مع ابنك واخده في ايدك بالليل، توصل لأيه بيوصل السماء يقول لك ايه دي يا بابا، تقول له دي نجمة. يعني ايه نجمة يا بابا؟ يعني حاجة زي الشمس. تبقى ايه الشمس يا بابا؟ تبقى تقعد تفكر كده تقول تبقى غاز في حالة غليان. يعني ايه غاز يا بابا؟ يعني حاجة زي الهواء. يعني الهواء ده يا بابا هو يبقى الشمس؟ طب ليه مش بيبقى الشمس؟ يوه دي ليلة مش فايتة، خدي يا ابني البونبونة دي سيبني في حالي. ما تعديش خمس دقايق ويرجع توصل ايه بيقول لك ايه دي يا بابا؟ شجرة يا ابني. ايه هي الشجرة؟ يعني ايه شجرة؟ تقول له تقعد تفكر كده وبعدين تقول له يعني شجرة؟ يقول لك يعني ايه شجرة يا بابا؟ تقول له نبات. يعني ايه نبات؟ يعني حاجة تنبت من الأرض. يعني ايه يا بابا؟ يعني زي الفول لما بينبت، زي الفول النابت. زي الفول النابت. يعني الفول النابت ممكن يطلع شجرة؟ ممكن يطلع شجرة. طب وتبقى ايه الشجرة بقى يا بابا؟ يوه ده احنا مش هتفوت علينا الليلة دي. يا ابني بلاش دوس، سيبني في حالي، مفيش فايدة، يا دوبك خمس دقايق عدوا. ايه دي يا بابا؟ مدنا يا ابني. يعني ايه مدنا؟ يعني يطلع واحد فوقها ويدن يقول ايه يا بابا؟ يدن يقول لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني ربنا واحد مفيش غيره. يعني ايه ربنا يا بابا؟ ربنا اللي خلقنا يا ابني. ربنا خلقنا من ايه يا بابا؟ خلقنا من مفيش. طب فين مفيش دي يا بابا؟ يا نهار ازرق، ده احنا مش هنخلص. يا ريتني سبتك مع امك الليله دي. الراجل زهق ومش طايق الصفة الغريبة اللي هي الفضول، مع ان الشيء اللي متصور ان هو مصيبة هي اكبر نعمة ربنا انعم بها على الانسان، هي نعمة الفضول. الاب مش طايق الحكاية دي، متصور انها كارثة، مش هتعدي الليلة دي. لكن الكارثة دي هي اللي حفزت كل العلماء على انهم يصنعوا لنا الحضارة. صفة الفضول وهبة الفضول كانت وراء كل الاختراعات والاكتشافات العظيمة. الفضول هو اللي حفز كريستوفر كولومبس على انه يركب بحر الظلمات، والفضول هو اللي حفز ماجلان على انه يدور حول رأس الراجل الصالح، والفضول هو اللي حفز علماء ومخترعين كبار مثل جيمس وات، اديسون، ماركوني، فاراداي، لافوازيه، الى اخر قبيلة العلماء اللي صنعوا لنا المدنية والحضارة. وفي الواقع حكاية يعني ايه يا بابا ما هيش كلام اطفال، ده باب كبير في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا في العادة بنتبادل اسامي ونتكلم كلامنا كله اسامي، لكن عقل مش ما يكتفيش بالاسم. هو عاوز ده، عاوز يعرف المسمى، هو عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فلما تقول له فلان او الشيء ده اسمه كذا يرجع يقول لك يعني ايه، لان الاسم بالنسبة له لا يعني اكثر من مجرد بطاقة، مجرد رمز. انما هو عاوز يعرف المرموز، يعرف الموضوع ذاته، عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فبيقول لك يعني ايه مثلا السجين نمرة 97، بطاقة نحاس متعلقة على السجين بالشويش يقول لصاحبه انده لي 97. انت وانت واقف بتقول يعني ايه 97؟
وهو بالنسبة لك 97 ما فيش أكثر من رقم. فبيقولوا لك هو عبد الصمد عوضين، برضو كلمة عبد الصمد عوضين دي ما تعنيش حاجة بالنسبة لك، برضو هي برضو نوع من البطاقات، برضو بتشيل نمرة نحاس وبتحط بطاقة نحاس تانية مكتوب عليها عبد الصمد عوضين. فأنت بتسكت شوية كده وتقول يعني إيه مين عبد الصمد عوضين؟ بتقول مين عبد الصمد عوضين؟ لأن كلمة عبد الصمد عوضين ما ادتكش أي معنى، ده مجرد بطاقة. فبيقولوا لك كده الراجل الطويل العريض أبو شنب مش عارف إيه وشعر أسود وعينيه عسلي. برضو المسائل دي مجرد أوصاف. ترجع تقول أنا عايز أعرف هو مين؟ فيرجع يقول لك ده هو اللي ارتكب جريمة القتل الفلانية. برضو دي معناها مجموعة أفعال، مرة قالوا لك الاسم، مرة أوصاف، مرة أفعال. أنت عاوز توصل لقرار القصة، عاوز تقول هو مين، ترجع تسأل كل شوية هو مين، أنت عاوز تعرف الشيء على ما هو عليه، تفضل تسأل تسأل لغاية ما توصل في النهاية أنك عاوز تعرف نفس النفس اللي اسمها عبد الصمد عوضين، حقيقته، حقيقة ذاته، وده مستحيل. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني قال الوصول إلى ماهية أي شيء أو حقيقة ذات أي شيء مستحيل عقلا، يعني العقل ما بيقدرش، كل العقل اللي يقدر يوصل إليه هو مواصفات أفعال مقادير كميات ويحللها ويطلع قوانين وبس، إنما إنه يعرف الشيء في ذاته الماهية الهوية ما يقدرش. طب إزاي هنعرف؟ نعرف عن طريق الإلهام، عن طريق الاستبصار، عن طريق الحدث، عن طريق العلم اللدني. في ألف منفذ ومنفذ بيمشي فيه الفضول عشان يوصل لحقيقة الأشياء. حقيقي إحنا مش ممكن نعرف قرار النهائي بتاع أي شيء، يعني الذات الكله بقى ده وقعت. لكن أثناء السكة وإحنا ماشيين بيتكشف لنا علبة من جوه علبة من جوه علبة، بنعرف معلومات أكتر. وهو مجرد الحضارة في سرها والمدنية في سرها هي مجرد الخطوات دي، حقيقي ما وصلناش إلى الدرجة اللي احنا نعرف فيها الكون، لكن أثناء السير تكشفت حاجات كتيرة ووصلنا إلى أشياء كثيرة، وهذه المسيرة هي العلم. فأكن كلمة يعني إيه يا بابا ما هيش كلام عيال ولا كلام أطفال، ده زي ما قلنا باب في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا اللي نادي الحادثة اللي هنقف عندها هي حادثة فضول، حادثة فضول. اتنين مهندسين بيشتغلوا في شركة تليفونات امريكية، فبيبلغوا كتبوا مذكرة ان في تشويش على الاتصالات اللاسلكية، فردت الشركة قال مطلوب البحث في التشويش ده وسببه ايه ومصدره ايه. فابتدى بحث طويل مضني قام به الاثنين المهندسين دول، خد منهم سنين من الجهد والعمل، وانتهى بكشف رائع وخطير وصل به الاثنين الى جائزة نوبل سنة 1978. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان مصدر التشويش على الاتصالات اللاسلكية كان هو صوت الانفجار الأول، الانفجار الكوني الأول الذي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة. دي حكاية تانية، دي حكاية كبيرة قوي، دي خرجت خالص من حكة من حتة التليفونات، الحكاية كبيرة قوي. صوت الانفجار الأول اللي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة، الصوت لسه ماشي من 10,000,000,000 سنة، الصوت لسه ماشي في الكون زي ما هو. ما هو ما فيش حاجة بتموت في الدنيا، ما فيش شيء يفنى ولا شيء يستحدث زي ما خدنا في الطبيعة، فالصوت لسه موجود. ايه حكاية الصوت؟ قالوا لك ان نشأة الكون في احدث النظريات انه ابتدى على شكل قبضة من النور، او تسميها قبضة من الطاقة، أو تسميها قبضة من المادة المكثفة لدرجة تفوق التصور، أو جايز ما تلاقيش اسم تسميها بقى، نقول عليها قبضة السر الأول اللي نشأ عنه كل شيء.
هتحتار انك تسمي القبضة دي كانت ايه، سميها نور او سميها طاقة او سميها مادة مكثفة، لكن احنا ما نلاقيش بالظبط اسم علمي. فانا هقول ان هي قبضة السر الاول اللي نشأت عنه الكون. اللي حصل ان هذه القبضة انفجرت، ابتدى الكون من لحظة انفجار هذه القبضة المكثفة اللي قلنا تحتوي على مادة مركزة تركيز فوق التصور، او طاقة او نور او زي ما تتصور. ادى هذا الانفجار الى انتشار في الجهات الاربعة، وعبر ملايين السنين فتفيت 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 هذه القبضة اللي هي بقت فتفيت ذرات وتموجات وحزم من الطاقة، عبر ملايين السنين تكثفت الى ذرات وجزيئات، وبعدين سحب من الدخان، وبعدين ركام من السديم، وبعدين ابتدى يتكثف هذا الدخان الى ما نرى الان من كواكب واقمار وشموس ونجوم ومجرات. لكن كل هذه الاجرام ما زالت في حركة تمدد نتيجة الانفجار الاول. انفجار عمل كده هو، وما زالت برضو كل الكون كله عمال يتمدد كده نتيجة هذا الانفجار الاول. الكون كله في حالة تمدد، رغم انه هو بعد مرحلة الدخان تكثف الى ما نرى الان من شموس واقمار ومجرات والى اخره، وعلى كوكب من كذا مئة الف مليون كوكب من التراب والطين نشأ تواليف طلع منها اشكال الحياة المعروفة اللي هي نبات وحيوان وانسان. رغم كل هذا التاريخ القديم، فما زال الرجة المستمرة والتمدد المتواصل، كل الكون ما زال بينفجر في الاقطار الاربعة بيتباعد عن بعض. طيب وبعدين النظرية دي بتقول في الاخر ايه؟ بتقول في الاخر الانفجار، قوة الانفجار هيستهلك نفسه. ما هو دلوقتي في دلوقتي احنا قلنا في حلقة فاتت في قوتين حاكمة الكون كله، قوة الجاذبية وقوة التمدد، وقوتين اتنين كبار جدا. فايه القوة الغالبة حاليا؟ الغالبة حاليا هو قوة الانفجار الاول اللي عملت كل اشكال الكون، وما زالت هذه القوة هي الغالبة، فالكون عمال يتمدد ويتسع يتمدد ويتسع. هيجي وقت تستهلك القوة دي ويبتدي تنفرد الجاذبية بالموضوع، فايه اللي يحصل؟ يرجع تاني كل عمارة الكون تتكربس وترجع قبضة، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وينتهي العمارة. هم في النظرية بيقولوا ان هو الكون يرجع يبتدي في شكل تاني، يعني عمال قبض وبسط قبض وبسط، انفجار 10,000 مليون سنة من الأشكال الكونية اللي احنا شايفينها، وبعدين العمارة تتكربس كلها تاني وقوة الجاذبية ترجعها قبضة، وبعد كده يحصل انفجار تاني وعشرة آلاف مليون سنة تانيين في أشكال لا يعلم الله هتكون شكلها إيه بقى المرحلة الجاية من الأكوان، وبعدين بعد 10,000 مليون سنة يروح متكربسين تاني بالجاذبية وترجع قبضة، وما زال يظل الكون بين قبض وبسط أكنه قلب عمال ينقبض وينبسط إلى ما لا نهاية من الزمان. ده كلامهم في ماضي الكون ومستقبله، لكن احنا ما نعرفش مستقبل، المستقبل عند ربنا. احنا هنتكلم على الجزء الصغير اللي هذا العالم وزميله قدروا يوصلوا له ويسجلوه، لان هم سجلوا هذا الصوت رسما بالبتاع الرسوم بيانية بتاعة التسجيلات، ووضعوا اذنهم عليه، وضعوا اذن العالم كله على هذا الصوت اللي بقول عليه صوت الانفجار الكوني الاول الذي نشأ عنه الكون. هي الحقيقة أنا اخترت الحكاية دي للشباب، لأن شيء نموذجي طبعا هي أهمية الحدث، أنكم هتشوفوا نفس الاثنين دول اللي هم أرنو بن زايس وروبرت ويلسون اللي هم خدوا جايز نوبل واللي عملوا هذا البحث، وهتشوفوا تاريخهم كله واللي عملوه، وبعدين ده نموذج قدام الشباب، لأن ده يعني آدي الموظف عندنا والموظف عندهم في بلاد العمل والعلم والنشاط.
شوفوا هنا الموظف اللي هو ايه ما بين القهوة والجرايد ويتاوب ويدوبك يعمل عمل روتيني وبعدين خلاص كل علاقته بالديوان هي المرتب، او الشباب اللي بنص عمره على القهاوي او في نواصي الشوارع او الى اخره. طب شوفوا بقى نموذج اخر من موظف هناك في بلاد النشاط والعلم والعمل، شوفوا عملوا ايه. وبعدين كمان الحكاية نموذج لثمرة الاخلاص، الاخلاص والحماس والتطلع والروح الوسابة والجهد والمثابرة في النهاية وصلت اصحابها لايه، جائزة نوبل ودور يعني رفيع في ركب المعرفة. ونشوف مع بعض بقى الفيلم ونشوف حكاية أرنو بنزايس وزميله روبرت ويلسون. احنا قلنا الحكاية ابتدت ادي أرنو بنزايس مهندس، ده زميله روبرت ويلسون، والحكايه ابتدت بمذكره للشركه بان في تشويش على الاتصالات اللاسلكيه. الشركه كلفتهم بعمل بحث لتقصي ومعرفه مصدر هذا التشويش اللاسلكي، وادتهم جميع الامكانيات اللي طلبناها. احنا بنشوف هنا بيسجلوا كل صوت جاي من الفضاء، احنا حكينا قصة الكون وازاي ابتدى بقبضة من النور او الطاقة او المادة المكثفة انفجرت في الاقطار الاربعة، هي دي قبضة النور الاولى. انفجرت هذه القبضة في الأقطار الأربعة وانتشرت ملايين ما لا يحصى من فتافيت الذرات والتموجات منتشرة في كل مكان، وعلى مدى ملايين السنين تتكثف كل هذه الفتافيت إلى ذرات وجزيئات، وبعدين يجي الدخان اللي احنا شايفينه. وسحب السديم، وبعدين يبتدي يتكثف الدخان الى كل الاشكال المجرية اللي احنا شايفينها دي. وفي المجرة كل ما نرى اليوم من شموس وكواكب واقمار. ده المرصد اللي بيستعمله او الاريال المتحرك اللي بيستعمله أرنو بنزايس لالتقاط كل همسة في الفضاء. وهنا بيتسجل كل انواع التشويش اللي بتحصل. كانوا الـ اسباب التشويش على الاتصالات اللاسلكية كثيرة. اول سبب شوفوا المجرات واشكالها الجميلة. اول سبب من اسباب التشويش الشمس نفسها. طلع شوفوا كل دي نشأت من تكاثف الدخان السديمي الأول. بعد ما انفجرت القبضة، قبضة النور دي، وتكثفت كل هنا الاتصالات، وبيوريك التشويش ازاي بيحصل على الاتصالات اللاسلكية. قلنا اول سبب هو الشمس نفسه، الشمس بتطلع امواج لاسلكية وتطلع امواج رادار بتشوش على اتصالات لاسلكية، والانفجارات الشمسية احيانا تقطع الاتصالات خالص. لما يكون في انفجارات شديدة في الشمس ممكن تقطع الاتصالات. فده اول اريا البدائي حاولوا يلتقطوا به الذبذبات اللاسلكية اللي جاية من الشمس ويسجلوه. ده أول إيريا البدائي لالتقاط
الأمواج اللاسلكية اللي جاية عبر الفضاء. تاني سبب البرق، البرق نفسه ممكن يعمل أمواج لاسلكية تقطع الاتصالات وتشوش عليه. ثالث سبب نوع من التشويش بيحصل ويشتد عند الفجر، ده جاي من مركز المجرة، من الغاز السليمي في مركز المجرة على بعد 50,000 سنة ضوئية من الأرض، في 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 عمق وفي من 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 قلب المجرة اللي احنا ساكنين فيه اللي هي الجالكسي، سكه التبانه اللي بيقول عليه، في قلب المجرة الغاز السليمي اللي في قلب المجرة بيعمل هذا البث اللاسلكي وبيشتد في الفجر ويعمل اللي انتم شايفينه، ادي الطريق اللبني او سكه التبانه او المجرة. قاسهم وعرفهم ان مصدر هذا التشويش جاي من قلب المجرة او من الغاز السليمي في قلب المجرة. عملوا الحاجات دي بهذا الاريال البدائي، وبعدين اريال تطور طلع الطبق اللاسلكي، ولما طلعت الاقمار الصناعيه والحاجات دي بقى لازم بقى يبقى فيه اريالات متطوره وحساسه جدا عشان تتبع كل همسه لاسلكيه بتحصل في الفضاء. كل دي انواع من المستقبلات اللي تطور عنها الشكل الاول البدائي في الاريال اللي قلنا عليه. كل دي انواع من الاريالات. ده الاريال بتاع صاحبنا ارنوبل زايس، وهو اختار نوع يمكن يوجه، يعني يحركه فيوجهه زي ما هو عاوز. ابتدت البحوث في الستينات ايام ما بعتوا اول تلستار عشان نقل الاذاعات التلفزيونيه عبر الاطلنطي، وياميها كان 1962 10 يوليو 1962 حدث تاريخي لما شفنا ده التلستار، ده أول تلستار طلع عشان الإذاعات التلفزيونية تتنقل عبر الأطلنطي. وفي هذا اليوم التاريخي شفنا جون كينيدي واقف يبشر الناس بعصر جديد من الاتصالات اللاسلكية. ده الصاروخ اللي أرسل أول تلستار للفضاء وحطه في المدار بتاعه مظبوط عشان يعكس الامواج التلفزيونيه، فتطلع الاذاعه من امريكا تتعكس فوق في التلستار وتنزل لاوروبا. وشفنا فعلا في التلفزيون كينيدي سنه 1962 10 يوليو بيبشر الناس ببدايه عصر جديد من الاتصالات. شوفوا القمر الصناعي اهو، ده التلستار اهو ماشي، شفنا الحاجات دي احنا شفناها. ده الاريال بتاع ارنوبل زايس، قلنا ان هو اريال ممكن توجيهه في كل اتجاه. فاياميها انضم له روبرت ويلسون وابتدوا الاثنين يبحثوا في مصدر هذا التشويش اللاسلكي. ده روبرت ويلسون اللي انضم الى صاحبه ارنوبل زايس وابتدوا الاثنين يشتغلوا في هذا البحث معتمدين على هذا الاريال المتحرك اللي ممكن توجيهه في كل اتجاه. فاول حاجه قالوا لا يمكن يكون هذا التشويش صادر من الشمس. ليه؟ لانه موجود في غياب الشمس وموجود في شروقها، يعني التشويش مستمر ليل نهار فيبقى ملوش علاقه بالشمس، ومستمر في كل الفصول فيبقى ملوش علاقه بالشمس. ابتدوا عشان يبقى نتائجهم مظبوطة ابتدوا يخترعوا نوع من المستقبل الحساس بتبريد المستقبلات بغاز الهيليوم السائل. فزي ما شفنا حطوا بيبردوا المستقبلات، كل ما يبردوا المستقبلات تزداد الحساسية. شوف بص كده، شوف يبقى حساس ازاي، كل ما تبرد المستقبلات يزداد حساسيته. فبناء على هذا الكشف عملوا حاجه زي الترمس ملوها بايه؟ بغاز الهيليوم السائل، وده بارد جدا جدا، وحطوا فيها
في الترمس ده حطوا المستقبلات. بالطريقة دي بقت مستقبلات حساسة جدا جدا وتضاعفت درجة حساسيتها. اخترعوا زي ما انتم شايفين، اخترعوا كل حتة من الجهاز يرسموها ويروحوا بنفسهم في الورش يشرفوا على تصنيعها، هم الاثنين اخترعوا كل حتة حتة من وداء الورش بتاعة الشركة، يروحوا هم بنفسهم يشرفوا على تصنيع الحاجات اللي بيرسموها ويصمموها على الورق، يروحوا ينفذوها على ايديهم. عمل مبني ومثابرة وجد واجتهاد عشان يوصلوا الى نوع من المستقبل الشديد الحساسية جدا ما تفوتوش همسة. احنا قلنا خدوا بقى المستقبلات دي حطوها في ترمس مليان بغاز الهيليوم السائل درجة حرارته كذا تحت الصفر، حاجة شديد البرودة. ابتدوا بقى يوجهوا بعد ما ركبوا هذا المستقبل الحساس، ابتدوا يوجهوا الاريا لكل حته في السماء. فلقوا حاجه غريبه قوي، لقوا من التشويش ده هو جاي من كل مكان وملوش وقت. لو كان بالنهار ومش بالليل يبقى نقول الشمس، لو كان جاي في الفجر وبيشتد في الفجر يبقى ده خاص بالتشويش اللي طالع من مركز المجره. لا، ده طول الوقت ليل نهار وفي جميع الفصول، صيف شتاء وربيع خريف، التشويش ده مستمر ومتصل وعبارة عن موجة ثابتة وكم ومقدار ثابت من البث اللاسلكي. شوفوا التبريد، مبردين المستقبلات إلى أوطى درجة. دلوقتي عمالين يوجهوا الاريال العجيب ده هو في كل اتجاه، فيلاقوا ان التشويش جاي من كل مكان. شوفوا اهي دي الموجة، اهي دي وثابتة ولها كم ثابت. فيبقى ايه حكايته؟ بعدوا الفوهة بتاعت الاريال عن الشمس، وبعدين بعدوها عن مجموعة شمسية خالص، وبعدين وجهوها خارج المجرة بالكلية، فلقوا نفس الحكاية، اي نفس الموجة اللي طلع دي. اينما توجه هذا الاريال يسجل هذا الكم الثابت من التشويش اللاسلكي. شوفوا كم ثابت، موجة ثابتة محددة. قالوا لك طب وبعدين ده يبقى جايز يكون مثلا من محطة حاجات أرضية بقى. قالوا جايز مثلا وبور نور مثلا قريب منه، أو محطة إذاعة سرية جايز. قعدوا يعملوا بحوث في المنطقة فصصوها حتة حتة، مفيش لا وبور نور ولا محطات سرية ولا كلام من ده. قالوا يكون خلل في الإيريال، قعدوا يدرسوا فك ويركبوا لما تأكدوا من كل حتة. شوفوا الموجة، بس لاسلكي ثابت تمام جاي من كل أرجاء الفضاء. شوفوا اللي كاتبين عليها CL دي. مهما يحطوه في اي اتجاه يسجلوا. شوف كاتبين سكاي، على اوجهه على اي للسماء في اي حته يطلع لي هذا الكم من البث اللاسلكي. فده ايه حكايته؟ قال لك يمكن باجور نور قريب مننا وبتاع. قعدوا يدرسوا بحث ميداني في المنطقه كلها ما لقوش. قالوا جايز محطه اذاعه سريه، قعدوا يدوروا ما لقوش. قالوا الاريا اللي يمكن فيه عطل، فكوه ركبوه مليون مره ما فيش. قالوا جايز الحمام معشش في الاريال. تعرفين حمام جوه مخه ومستقبلات زي الابره المغناطيسيه، قلنا كده في حلقه من الحلقات، بتحس ب مجال المغناطيس الارضي، فيعني محتمل ان ممكن يبقى فيها حد عارف الاسرار
مخ الحمام ده ايه؟ فقال لك يمكن برضه، طب احنا على العموم نعمل مصايد حمام ونخلص من الدوشه دي وننظف البوق بتاع الاريال خالص، هم مش عايزين اي احتمال، يعني احتمال ان يطلع بس لاسلكي من مخ حمامه يعني ده احتمال يعني. لكن مع كده قال لك ما عايزين نطمن ونخلص. شوف بيدوروا واخدين المستقبلات وبيدوروا في كل حته. شوف بيحطوا على الارض ويوجهوا على الارض بقى، يعني على امل ان يكون ابتدوا بقى يفكوا الاريال ويركبوا ويشوفوا اذا كان في حاجه او غلط او شارخ او حاجات من دي، قعدوا يصلحوا كل حاجه. كل الاحتمالات عايزين يستبعدوا جميع الاحتمالات. ينظفوا كل حتة. شافوا بقى زبل الحمام قال لك ياه احنا ما نشوفش حكاية الحمام المعشش ده، نخلص منه هو كمان. اهو زبل حمام اهو. ما فيش فايدة يعني بعد ما استبعدوا جميع الاحتمالات، نفس الحكاية بالظبط نفس الموجة. شوف ازاي ده بعد ما نظفوا بقى كل حاجة وعملوا مصيادة حمام اصطادت كل حاجة، بيوجهوا بقى نحو السماء كل حتة، اينما يوجهوا البوق بتاع الاريال يدي نفس النتيجة. فأصبح المسألة ليس لها إلا تفسير واحد، وهو أنه صوت الانفجار الأول اللي حصل من 10,000 مليون سنة وبدأ به الكون، وخدوا جائزة نوبل على هذا الكشف العظيم. وإحنا شايفين هنا في السويد الاثنين بيتقدموا عشان ياخدوا جائزة النوبل من الملكة. طبعا كشف خطير، لأول مرة أمكن تسجيل وسماع صوت الانفجار الكوني الأول الذي نشأ عنه الكون. وما زال هذا الصوت ثابت زي ما هو منتشر وممكن استقباله من جميع الجهات، وده أحد الشواهد اللي أثبتت إن هو الصوت جاي من كل مكان، والبث اللاسلكي جاي من كل مكان. دلوقتي عمل ارنو بنزاس المرصد الجديد بتاعه، اريال بيشتغل بالكمبيوتر، و ده الاريال الجديد بقى اللي عملوه بعد ما خدوا جائزة نوبل. وما زال العلم مستمر. ركب العلم يسير، الأدوات العلمية زي ما احنا شايفين عمالة تتطور وتتقدم بشكل خرافي. شوفوا هنا كمبيوتر بقى خلاص، فين أيام الإيريا اللي كان بيعشش فيه الحمام؟ ده قمر صناعي بيستقبله البث اللاسلكي اللي جاي منه. حاجة جميلة. الاستماع إلى الكون، إلى كل ما يصدر من همس في هذا الكون اللانهائي. الفضول تنتهم ورا المسألة، وراها 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 لغاية ما
قدروا يوصلوا لحاجة. علم. ما عندهم مجموعة من المساعدين مبقوش اتنين، بقوا قبيلة جديدة، تيم عظيم. اشتغل على الإنسان الآلي. العلم لا يتوقف والمسيرة لا تتوقف. لقينا جواب على سؤال في 1,000,000,000 سؤال جديد. كل ما بتفتح علبة تلاقي علبة جواها، تفتح علبة تانية تلاقي علبة تانية، وهكذا مسيرة العلم لا تنتهي. كل ما تجاوب على سؤال بيتفتح 10 أسئلة جديدة. ونشوف الخطبة اللي هم قالوها في جائزة نوبل. النوبل زي أسأل كلمتين غاية في الجمال. لما جه ياخد الجائزة وقف قال خطبة، فقال على المدعوين خطبة جميلة جدا. بيقول نحن نسعد كثيرا حينما يكف أطفالنا عن السؤال المتعب، ماذا يعني ظلام الليل؟ ما هي الشجرة؟ ما هو النجم؟ ونسعد كثيرا حينما يدخلون الجامعة ويجدون لكل سؤال جواب. لكن ما ظنناه متعبا هو أكبر نعمة أنعم علينا بها الخالق، نعمة الفضول. والفضول هو الصانع الحقيقي للتقدم العلمي، والفضول هو شباب العقل، وحينما ينتهي الفضول تبدأ شيخوخة العقل. والفضول هو الذي بنى لنا هذه الحضارة الجميلة. الحقيقة شفنا نموذج مشرق، يعني أنا حرصت قوي على إني أجيب هذا الفيلم لأنه يدينا نموذج من أهو ده مثلا مهندس في شركة تليفونات، أهو نوع من موظف. شوف فين بقى الموظف هناك في بلاد العلم والنشاط والديناميكية والعمل، وهنا الموظف بين القهوة والجرايد التاوب، كل شغل روتين. وبعدين طبعا حاجة تانية شفناها المصابرة، الإخلاص، الجد، الجدية. ثم ثمرت ده كله إيه؟ إن يبقى في النهاية نشوف هذا المهندس أو يوصل يبقى طليعة عصر ويتسلم جائزة نوبل ويبقى مثال. فالجدية لها ثمرة والإخلاص له ثمرة. أنا عارف طبعا دلوقتي الشباب بيقول إيه، بيقول طب ما تدونا إمكانيات وإحنا نعمل بتاع. ما دي حاجة أصلها عاوزة ميزانيات، ودي عاوزة أصلها فلوس، إنما من غير إمكانيات ما إحنا معذورين. أنا عارف إن ده بيدور في ذهن الشباب دلوقتي، لكن أنا هرد عليه برضه، لأن الحكاية مش حكاية إمكانيات، دي حكاية عقلية روح وسابة.
أنا أحكي لهم حكاية من 2200 سنة في صعيد مصر. ذات نهار واحد قاعد، هذا الواحد ده عالم مشهور ورياضي، عالم في الرياضيات وفلكي وموسيقار، اسمه أرسطوتونس. هذا الراجل قاعد يتأمل في عز النهار، فلاحظ انعكاس الشمس في البئر. الشمس كانت لحظة السمت فوق الدماغ بالظبط، ولاحظ ان مفيش ظل خالص، كل شيء الظل اختفى وهي في السمت وانعكاسها في وسط البئر بالظبط. هذا الراجل اللي هو قلنا عالم وموسيقار ورياضي قاعد مستعجب، قال غريبة يعني، ده أنا فاكر من يعني يوم في نفس اللحظة دي بس على بعد 100 كيلومتر شمالا كانت الشمس في السمت، لكن كان في زاوية، كان في زاوية وفي ظل. فإزاي الله، إزاي هنا وأنا قاعد والشمس في السمت فوق راسي وما فيش ظل، والشمس جاية في نص البير بالظبط، ولو حطيت أي شجرة كده ما يبقاش لها ظل، بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا وفي نفس الوقت في ظل وأشعة نازلة بزاوية، أشعة الشمس نازلة بزاوية. هل ده حاجة غريبة قوي؟ أولا لو كانت الأرض مسطحة ما يصحش إن يحصل فرق بين هنا وبين 100 كيلومتر شمالا، كان لازم لما تبقى الشمس في السمت فوق دماغي بالظبط هنا تبقى هناك برضو، لو كانت مسطحة يبقى هناك برضو في السمت برضو، ويبقى ما فيش ظل هنا وما فيش ظل هنا. إنما غريبة دلوقتي يبقى فيه هنا ما فيش ظل خالص والشمس في نص البير، بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا أشعة الشمس نازلة بزاوية وفي ظل. دي حاجة ملهاش إلا تفسير واحد، إن الأرض ما هياش مسطحة وإن مقوسة محدبة، وإنها في النهاية لابد إنها تكون كروية. وبسرعة راح جايب ورقة وقلم وقعد يحسب بناء على المسافة والزاوية، وطلع المحيط بتاع الأرض، أثبت كرويتها وحسب المحيط بتاع الكرة الأرضية، وهو قاعد من غير لا إمكانيات ولا مش عارف ميزانية أمريكية ولا كلام ده كله. قل سيروا في الأرض فانظروا، السير والنظر، إنما هي مش مسألة إمكانيات، هي ممكن الروح الوساد، العقل اللي بيفكر، النظر. ده مجرد واحد هو قاعد بورقة والقلم حسب محيط الكرة الأرضية وأثبت كرويتها من 2200 سنة. وليه؟ عندنا نيوتن لما قاعد كده وبص لقى التفاحة وقعت من الشجرة على الأرض، فقاعد يفكر قال ده مش معقول، لو كانت الأرض جرم فضائي معلق في الفضاء كده كان المفروض إن أي تفاحة تقع في الفضاء ترجع في الأرض تاني ليه؟ ثم كان المفروض برضو إن كل المية اللي في المحيطات دي تندلق، مش الأرض دي كرة كده هو ومعلقة في الفضاء؟ طب مدام هي كرة ومعلقة في الفضاء يبقى لازم كل المحيطات تندلق والمية تتكب في الفضاء، ولو وقعت تفاحة مش مفروض تنزل على الأرض تاني، ده المفروض تنزل في الفضاء، إنما إيه اللي نزلها على الأرض تاني؟ يبقى لازم في جاذبية. وابتدى بقى بالحسابات يطلع نظريته بتاع الجاذبية، ما كانش فيه لا إمكانيات ولا حاجة ولا معامل ولا مختبرات ولا النظر والعقل، الروح العقلية. أليسون بياع الجرايد اللي اخترع المصباح الكهربائي والجراموفون وعشرات الاختراعات العجيب، شامبوليون الراجل اللي فك رموز حجر رشيد واللي كان موجود مع حملة نابليون، كل الاكتشاف الخطير اللي عمله كان نتيجة ملاحظة بسيطة جدا، انه لما شاف الروزيتا ستون او حجر رشيد فلاحظ باراجرافين مكتوبين، وفي الباراجرافين المكتوبين في اسم كيلوباترا، مرة مكتوب بالهيروغليفي ومرة مكتوب بالإغريقي القديم، الإغريق اللغة الإغريقية القديمة. ومن مقارنة الاثنين قدر يفك الحروف
بتاعت الهيروغليفيه المصريه، لان هي بقى بقت نفس الحكايه، ادي كليوباترا ادي كليوباترا. هو عارف طبعا الاريقيه القديمه، يبقى من مقارنه الاثنين قدر يفك الحكايه اللغز بتاع الحروف الهيروغليفيه. مجرد ملاحظه، ما احتاجتش لا معامل ولا ولا ولا. فالمساله بتنتهي في الحكايه الى نوع من العقليه، طراز من العقليه. في عقليه متطلعه نشطه، تسال وتجاوب، تقعد باستمرار، مش واحد مغمى عليه ماشي مسطول، ولا واحد قاعد مش عارف بين الطاوله والدومينو وفنجان الشاي وفنجان القهوه، ويجيب سيره الناس، ولا لابس لي جينز محزق وماشي مش عارف في ايده ترانزستور عامله كده، ولا كاسيت مش عارف ايه. لا، ده واحد بيفكر، يعني دي انسان بيفكر مهموم، بيدور على الفضول الشريف اللي جوه ده. شباب العقل، زي ما ارنو بنزاس بيقول في الخطبه بتاعته، بيقول ان الفضول هو شباب العقل. دي ما يصحش ابدا ان احنا نزعل لما يجي اطفالنا يقولوا لنا يعني ايه الشجره، يعني ايه النجمه، مين اللي جه الاول، البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه، ما الذي يجعل الليل مظلم والى اخره. يعني دي كلها الفضول الشريف، ده اشرف ما وضع الله في الانسان. فهي مساله عقليه، مش حكايه امكانيات. في واحد قاعد مهموم وعاوز يوصل لشيء وبيفكر، واحد ما يفكرش الا في انه ياكل ويشرب، ويبقى حاجه زي حياه بتاعه هموم البطن يعني. نرجو ان احنا نطلع الحقيقه من الحلقه دي بالدرس البسيط ده، ان الاخلاص، الجديه، ان الانسان يبقى همومه تتخطى حكايه الجنس والبطن والاكل والشرب والصراع على مناصب، ابقى رئيس هاخد الدرجه امتى. لا، ده واحد يفكر في لغز الدنيا كلها، واحد بيفكر ويوصل لان الانفجار الكوني الاول من 10,000 مليون سنه يتتبع لغايه ما يسجل ويسمع، حط وابنه لغايه ما يسمع صوت الانفجار الاول من 10,000 مليون سنه الذي نشأ عنه الكون. قصه اخلاص هي درس لكل شاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.